مقادير عجينه القطايف. بص معايا كوبايتين من الدقيق، دي اي حاجه مش مشكله، معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من السكر، معلقه كبيره حلوه مليانه كده من اللبن البودره، وتقريبا كوبايتين، ممكن كوبايتين وشويه من الميه. هنضربهم كلهم في الخلاط وهنعرف اذا كان هنحتاج شويه ولا لا من سمك العجينه واحنا بنضربها. ممكن تزيد عن كوبايتين بشويه صغيرين كده، خايفه بس ايه على الحمامه اصلها حلوه. هعمل ايه بقى اول حاجه هنا في الخلاط؟ عايز احط الاول الميه، احط كوبايتين كده من الميه، انا عايزه ميه عاديه اهو. ليه هحط الميه الاول؟ عشان الدقيق ما يكلكعش. هنحط كوبايتين من الميه اهو، ميه طبعا دافيه، خلوا بالكم الحكايه دي. مش هبص على الحمام بس اهو، عيني بصوا اللبن عمل لها لون خطير. انا عايزه الحته الملفوفه بتاعت الرقبه دي برضو تاخد لون اهو كده. معانا اسماء. الو يا اسماء. الو، اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ الله يخليكي، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. الله يخليكي، قولي لي اخبار الصيام معاكي ايه؟ عملتي ايه امبارح؟ البركه اللي جوه حر جدا وكنا عطشانين جدا. انا مش سامعه خالص يا جماعه. الو، بتقولي ايه حبيبتي تاني؟ معلش. انا بحبك جدا. وانا بحبك اكتر اكتر بكتير، ربنا يسعدك يا رب. انت خطيره وكده. نعم خطيره. انا خطيره؟ انت خطيره جدا برضو. حبيبه قلبي نورتيني، كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. ايه نشيل الحمامه، خلاص اخدت لون حلو، ناخد لها انهي طبق؟ انا عماله الف حوالين نفسي بالشياكه اللي انا فيها دي. واخدين بالكم يا جماعه من الشياكه؟ يعني ما يصحش كده، خدوا بالكم. بصوا الحمامه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بصوا اهو اخدت لون جميل ولذيذه وملهاش حل ملهاش حل. اللون الحلو ده علشان دهناها لبن، واللبن اللي معانا النهارده لبن طعمه كامل الدسم الخطير. بصوا الحمامه عايزه تتاكل يا رب اهو. انا هسكت. انا حطيت الميه بتاعت القطايف، كوبايتين من الميه الدافيه، هنحط سكر وخميره، سكر خميره، الميه دافيه. حاضر، معانا دقيقتين بس. والله ايه المفاجاه الحلوه دي؟ بيحبوني قوي، بيموتوا فيا في البرنامج ده، يحبوا دايما يدوني مفاجات كده. انا حطيت اللبن البودره ونحط الدقيق، يحبوني حب يعني، شكرا والله. هنحط الدقيق ونضرب بقى الكلام الحلو ده مع بعضه حلو، ونشوف هل هنحتاج نحط شويه ميه دافيه كمان ولا لا. بسم الله. نعمل ايه بقى؟ وتحشوها اي حاجه بقى براحتكم، تحشوها مكسرات، تحشوها مهلبيه، تحشوها اللي انتوا عايزينه.
حاضر، احنا معانا قطايف اهي معموله جاهزه، بصوا اهي خطيره بنفس العجينه اللي عملناها مع بعض، اعملوها هتعجبكم جدا جدا اهي. وحشوها بقى اي حاجه وحمروها في الزيت وحطوا لها شربات، محتاجين شربات يكون تقيل ويكون بارد، تمام؟ الشربات التقيل كوبايه سكر، كوبايه ونص ميه، يغلوا على النار لمده 8 9 دقائق مثلا، عصره ليمونه وفانيليا، وزي الفل سيبيه يبرد ويسقع، يا سلام خطير.